استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد سموهما أن التعاون الدولي هو الطريق الأمثل لتجاوز التحديات بشقيها الأمني والاقتصادي، مشيرين سموهما إلى أن اللقاءات المشتركة على المستوى الدولي والمنطقة تفتح المجال أمام التشخيص الدقيق لأسباب التوتر وحالة عدم الاستقرار في المنطقة ومعالجتها بمختلف السبل والوسائل. مستعرضين سموهما في هذا السياق نتائج القمة الأمنية 11 حوار المنامة التي عقدت بمملكة البحرين وإسهاماتها في خدمة الجهود الدولية نحو مزيد من الاستقرار والتنمية.